اولا بالنسبه لموضوع المغرب والساق الحمراء، احنا دائما مع المغرب لان المغرب هي دوله شقيقه ودوله حليفه لليبيا، ودائما نؤكد على دعمنا للمملكه المغربيه، ونعرف ان نحن دائما مع توحيد الدول المغاربيه ولسنا ضد ولسنا مع اي انقسام ومع اي مشاكل من اي جهه في اتحاد المغرب العربي الكبير الذي نعول عليه كثيرا في استقرار الوطن العربي واستقرار شمال افريقيا واستقرار البحر الابيض المتوسط.